صبري لك يا صبري، تعال لك. أهلا سعيد. لك وش لا تعلي صوتك، لعم ما أسألك. لك لا تخاف، كلهم جوا بعيد عم يتدربوا. سأل عني المدرب؟ سأل عن الطابي. لك تضرب ما أسألك. شو ما لقيتها؟ لا ما لقيتها. إيه لك النصيحة لا تفوت لأنه معصب كتير اليوم. لا ما رح فوت، اطمن، أصلا ماني جاي اتدرب، عندي شغل اليوم، يلا سلام. إيه مع السلامة، راحت عليك حبيبي. لك حاجة تتساءل، حاجة تتساءل، لا عمرك ما أسألك يا صبري. هالمرة ما قدرت تسرق شيء، لأني كنت مراقبك مزبوط أنا، عيوني عليك 10/10، تفضل. يخرب بيتك. لك شو ها؟ حنفية؟ حنفية. من عند جابر هاي؟ من عند جابر. لك امتى اخذتها وشلون؟ هي اخذتها لما كنت عم تراقبني مزبوط. يفضح حريش قلبك شو نمت. هدو؟ اوعى هيك انت الثاني. لك خلصينا شو بدك، ليش بتنقي؟ اختي طبخي منزله باذنجان. يلا الله معك، يلا. لنقوم نشوف شغلنا ونفتح المي. اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. لعمة شو ها؟ لك وين حنفية؟ لا إله إلا الله. لك وين حنفية؟ شو طالت حنفية؟ مو معقول. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله. خير ضد المي، شو صار معاك؟ لك منين بده يجي الخير؟ عينه صابت هالمغسل، بعلمك كان في حنفية، بعلمك طالت الحنفية، قول شني وأخذها. هي هي؟ آه؟ لك هي بذاتها، شو جابها لإيدها؟ آه؟ كنت ماشي على صراط حرستك أقول لك إياها بسرعة 100، وإذ بلاقي لك على الحنفية طايرة، مدري مين شلف علي، طلعت من هالشباك وسلقيتها، طلعت فيها إيه؟ لعمة. حنفية؟ لمي بدها تكون هي غير لضد المي؟ جبت لك ياها. يعطيك العاصفه. الله يعافيك. لك بعرضي انك ابن حلال. يا على عريشك يا مخلص، من يوم اللي تعرفت عليك عم يصير معنا نافع، شيء مو طبيعي. اي والله اي والله قلبت لي حياتي مسخره. يا راح حريجه يبليك بيقتلك، شو مبسوط اني تعرفت عليك. والله وانا يا وجدتي فرصه تعيسه كانت. لك راح يجنوا الشباب، فرطعت شله مدري شو صار. تعرف عم فكر اشتغل معك. بلا عن جد عم تحكي؟ والله كنت بدي لك بس خفت تزعل مني. انت اذا بتحط عقلك براسك بشهرين زمان بتقبل الفقر، بتجيب 10 لانسرات مثل هيك. خلاص ولا دغري صدقان. هلا بدي اخذك لعند معلمي ابو الملوك، هذا معلمي تاج راسي، وبتليفون واحد بهز البلد. يا ويل ويلك تعمل لك شيء حركه هيك او هيك. قوم شري، قوم خد كاس الشاي معك. يلا يلا اوام خطه. يلا جيتك شري، قول يلا بسرعه. يلا بس بشرفي يا مخلص. إذا بتعمل شي حركة هيك أو هيك، أعوذ بالله. ما بتلوم إلا حالك. ها عاوزة بس شفت لي هالجابة. أخذها هيك يا جابة، مو معقول جابة. لك صدق أنا منين طلعت معي هاي؟ أنت بتحبهم هدول البنات، كان شغل هفي 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 محرمتك الساعة 6 وبقلبي معلمتك.